ميدي ميد، الاخبار الصحيح والكلمه حره. صباح النور على سلامتكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. بدايه اسبوع موافقه للجميع، الاثنين 5 جويلية 2021 تو نص نهار وثلاثه دقائق. متواصلين معكم من توه حتى الماضي ساعتين، ساعتين نرجو فيهم بالقراءه والتحليل على اخر مستجدات الوضع في بلادنا. كيف العاده ترافقكم معاذ في الاعداد، صابرين من وراء الكونسيرن محمد الطاهر في التصوير والاخراج الرقمي، من مداحي لطفي العماري وابراهيم الوسلاتي مقدم الميكرو. صباح النور سي لطفي. اهلا بك ايمان، مرحبا ابراهيم، صابرين طاهر وكل مستمعي واوفياء حصتنا اليومية نهار اثنين بداية أسبوع. إن شاء الله إن شاء الله يكون نقلة في مستوى تعاطينا وتعاملنا مع الفيروس اللعين اللي بعبث معناها بحياتنا بنسق عيشنا. إن شاء الله يا ربي معناها كل أسبوع يكون خطوة نحو تجاوز الأزمة وليس العكس. إن شاء الله برهوم. صباح النور. صباح الخير إيمان، صباح الخير لطفي، صباح الخير صابرين، طاهر، كافة المستمعين والمستمعات. اليوم 5 جويلية، حبيت نهني الأشقاء الجزائريين بعيد الاستقلال بتاعهم 59. يا لطفي يا إيمان، وتبخرت الوديعتان. أوردت نشرية أفريكان تليجنس في مقال نشرته اليوم. طبعا احنا ما زلنا نسلم وانت نقزت ما زلنا حكايتك هذيك إبراهيم، ما ندخلوش برشا برشا برشا، ما زلت مش حكايته، ما زلت حكايته. شوفني انا قلت لك 5 جويلية باش نحكي، قلت برشا حكايات انت وبعد قلت لي نبدلوا العنوان 5 جويلية هانو نقز عليها ما يسالش. باش تحكي على الوديعة؟ لا لا خويا، وديعة ربي. في وديعة ربي ان شاء الله الناس كل في وديعة ربي. لا بالحق باش تحكي على الوديعة، باهي خليك. انا برشا انا برشا 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 مادة اعلامية. بعد شوية يكون معنا عبر الهاتف الدكتورة من الله المسعدي عضو اللجنة العلمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا. نرجع ل لو بوان كوفيد، وايضا بعده تكون معنا سن المرسني النطق الرسمي باسم شورى حركة النهضة، شورى حركة النهضة اللي يقرر تكوين حكومة سياسية، يقولوا عليها توا يقول يكتب عليها سامي تريقي مستشار رجل الغنوش، يقول قرار الشورى تكوين حكومة سياسية قوية في المرحلة المقبلة وقبل بداية السنة السياسية المقبلة، يعني صيف بالكوفيد وبتشكيل حكومة. سي لطفي العماري تخيلوا. ساعتنا الثانية نحكيه على الديوانة مدرك ما ديوانة، نعود مع نطق الرسم باسم الديوان اللي دار العمل الديوانة التونسية هيثم الزناد على الديوانة، ونرجع خاصة على حكاية هالمساعدات اللي يقولوا أنهم أكثر من طرف راهم يسون بلوكي على مستوى الديوانة. بعد نرجع ناخذوا كل التفاصيل على لسان النطق الرسمي باسم الديوانة التونسية هيثم زناد. شكرا على اختياركم. موجات 104.1 في تونس الكبرى والكابون، سمعونا على 100.0 في نابل والحمامات، وتابعونا على www.radiomatchnz.com. انتم تسمعوا في الجمال على صوت في نابل والحمامات 104.1 في تونس والكابون. الجمال ان فاك دو هاي نعطيو الكلمة سي ابراهيم دو سيت فاش تحكي. ايش تحكي؟ لا مش 5 جويلية، انا قال لي بدر الدين. لا بدر الدين. بدر الدين تيش بيك سي لطفي تو، تيش بيك سي؟ انا حبيت نتوجه بتحية الاشقاء الجزائرية. لا شكون بدر الدين؟ هو بدر الدين الماجري، هذايا الأول على المستوى الوطني في شعبة الآداب. أصيل منطقة غردماوي موجودة على الحدود الجزائرية التابعة ولاية جندوبة. نشر رسالة مؤثرة ومعبرة جدا، حبيت نقراها أنا لأني أنا نفسي تأثرت بها. يقول أنا بدر الدين الماجري نجحت بمعدل 16.81 لأول وطني في شعبة الآداب. أحمد الله وأشكره على فضله ونعمته، من علي بالنجاح ووفقني لإرضائه وإرضاء والدي الكادحين. أشكر كل المحيطين بي من الصادقين وأولهم أبي الذي حرم نفسه وكدح وجاهد من أجلي أنا وإخوتي. ما من شيء يجعلنا عظماء كالألم العظيم، هكذا كان يقول لي أستاذي الجليل منير الجامعي، فيبدد وجعي. وضع مادي أقل من المتوسط، وضع اجتماعي متردي، بعد المسافة بين مسقط رأسي الدخيلية ومكان الدراسة في غردماء، أغادر المنزل 6:30 صباحا وأعود إليه بعد 7 مساء بواسطة الحافلة المشؤومة. أقضي فترة الراحة أمام المعهد أو في المقهى لتناول فطور منتصف النهار.
كل ذلك جعلني أنبش بأظافري وأسناني بحثا عن الأمل في مستنقعات اليأس وسعيا وراء الحياة في كهوف الموت. الحمد لله لست أشكي أو أستجدي، ولكن ليعلم أطرابي ويتعلموا أنه لا شيء مستحيل. يقول زاد يشكر أستاذه ويشكر الجميع، جميع من درسني، من فرح معي، ومن ولست أرجو من الله إلا أن تتوفر لي ظروف في الجامعة أفضل من هذه الظروف لأحقق أحلامي وأعوذ والدي وأنفع بلادي وأساهم في بنائه مع الوطنيين والصادقين الأحرار. لذلك أدعو المسؤولين إلى الالتفاف إلى المناطق النائية والاهتمام بالكادحين، لأن فيها رجالا صادقين لا يبغون إلا صلاح تونس وفلاحها. حب نحيي أيضا الفتاة النجيبة مرام المرزوقي من نفس الجهة جندوبة، الأولى وطنية بمعدل 20 من 20، التي تنقلت من مسقط رأسها إلى المنستير لتضع باقة ورد فواحة على ضريح الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة باني تونس الحديثة ومحرر المرأة التونسية. هذا نحبهم يكونوا قدوة للشباب متاع تونس. باهي نستسمحك فقط سي لطفي لحظات، خاطر حاضر معانا عبر الهاتف دكتورة من الله المسعدي عضو اللجنة العلمية.